يسعد اوقاتكم مشاهدينا وين ما كنتم معنا في المتابعه، اكيد متواصلين واياكم في لقاءاتنا مع طلبه الثانويه العامه، وهذه المره طالبه متفوقه من قريه فرعون قضاء طول كرم ساره سعيد عمر الحاصل على معدل 96.4 الفرع الادبي الثاني على مستوى مدرسه بنات فرعون الثانويه. الف مبارك لساره، يعني هذا المعدل هل هو المعدل اللي كنت متوقعتيه اللي كنت عمالك بتثابري طول السنه للحصول عليه؟ صراحة نفس ما أنا توقعت ونفس ما حسبت جبت، نفس ما درست كمان. تمام، احكي لي كيف كانت الدراسة هاي السنة؟ كانت مثل ما كنتم متوقعين ولا تفاجأتوا بسبب الأزمة اللي مرينا فيها؟ كيف كان تواصلك مع المعلمات، مع الطالبات، المثابرة؟ كيف كنت تقضي الوقت؟ هاي السنة أخذت وقت أطول ولكن كنت تحت ضغط القلق والتوتر والخوف، فكيف كانت ومرت هاي السنة عليكي؟ أكيد الدراسة كانت غير هاي السنة، يعني كنت مثلا أنا أدرس بالليل لأنه أنا معطلة يعني 80 يوم، كنت كتير أعتمد على دراسة الليل، كان يحكوا لي إنه مش منيحة وهيك، بس لا أنا كنت كتير أحبها وكنت أنجز فيها صراحة. أكيد يعني مع ضغط كورونا ما كناش نطلع، ما كناش نعمل إشي، فبس بنضل بالدار وبس بندرس، ومع تأنيب الضمير إنه لازم ندرس يعني ما نضل قاعدين، ف صراحة كتير تعبنا، وإنه اللي بيحكي 80 يوم بفكر إنه إشي طويل إنك تدرس وتجيب 100، لا 80 يوم كنا ننسى، يعني بعد شهر أنا كنت ناسي هاي المادة فلازم أرد أعيدها، يعني تقريبا أنا عدت المواد 3 مرات، وحسيت الإشي الوحيد اللي فادني هو قبل الامتحانات بيومين بس، يعني دراسة هاي الدراسة كانت. طبعا أي سؤال إحنا كنا بدنا إياه كنا نستفسر مع معلماتنا، كنا متواصلين بجروبات على الفيسبوك على الواتس، والحمد لله كل معلماتنا تعاونوا معنا والله ما كانوا يقصروا. لما كانت تتعب النفسية بهاي الأيام كيف كنتوا بتقووا؟ كيف كنتوا بتقووا أنفسكم؟ كيف كانت الطالبة تدعم زميلتها الطالبة بفترة معينة؟ يمكن شوي المزاج يتعكر، النفسية تسوء، تتراجع، هاي المرحلة كيف قضيتوها وكيف عشتوها بصعابها وبمرها؟ خلينا نحكي لما كنا تتعب نفسيتنا احنا اصلا يعني جروب صبايا، فبنضل نحكي بنضل نحفز بعض انه عادي ندرس بالاخير رح يخلصوا هدول الثمانين يوم، مش يعني خلص رح نخلص بالاخير. ممكن كانوا الاهل طبعا لهم دور كبير في انه نفسيتي تتحسن، يعني كانوا يعني ممكن انه طلعات في الايام تكون مفتوحه فيها الدنيا، وكثير يعني عملوا اشياء. شو حابه تكملي دراسه وتخصص في الجامعه؟ هلا انا ناويه على قانون كـ4 سنين، بس انا مش هدفي المحاماه، كان هدفي قانون جنائي، بس حكوا لي انه ما في جنائيات بفلسطين او بالضفه هو بالضبط، فراح اكمل ان شاء الله ماجستير جنائي. نتمنى لك كل التوفيق اكيد باي قرار انت بتتخذيه، ما شاء الله عليكي طموحك عالي، احنا ما بنتمنى انه هذا الطموح يكون لحد معين، بتمنى انه هذا الطموح يكون يعني حد السماء، ففعلا احنا بنتمنى لك كل التوفيق، ومطعم بلس كمان حبي يبارك لك ويشارك فيك، يشارك معك هاي النجاح، وحبي يقدم لك هديه بسيطه جدا ولكنها يعني شيء رمزي، حبوا يقدموا لك اياه عشان يشاركوك بهاي الفرحه. ايش بتحكي لمطعم بلس ولكل الناس اللي شاركوك هذا النجاح؟ شكرا لمطعم بلس، وشكرا لكل الناس اللي وقفوا معي بهذا اليوم، ولكل الناس اللي كانوا يتصلوا علي في ايام الامتحانات بايام الضغط، واهلي طبعا اهم شيء، وبحب كمان اوجه شكرا لمعلماتي ومديرتي ست سرين ابو دية، ومديرتي السابقه كمان ست لينا سلمان، كانت تضلها مستمره في انها تسال عني، وعن جد تشكرهم كلهم. احنا كمان بدورنا بنوجه كل التحيه لكل الطاقم والكادر التعليمي في مدرسه بنات فرعون الثانويه، بالمديره وبالمعلمات والجميع اللي كان متواصل ومتواظب على السؤال ومتابعه الطالبات اثناء خاصه فتره الحجر المنزلي اللي مروا فيه الطلبه والانقطاع المفاجئ عن المقاعد الدراسيه، وكمان نشكر كل الكوادر في وزاره التربيه والتعليم اللي فعلا قدرت تثبت جدارتها ونجاعتها بانه هي قادرة أنها تتحدى كل الظروف اللي ممكن تمر على الشعب الفلسطيني. الدعم مش بس من وزارة التربية، مش من المديرة، مش من المعلمات، وإنما الأسرة أيضا لها دور كبير في دعم الطالب نفسه. والد الطالب سارة الأستاذ سعيد، يعني أول شيء مبارك هذا النجاح وهذا التفوق. الله يبارك فيك، تسلم. شكرا للفجر الجديد طبعا على اللقاء المميز.
احنا دائما بنحب نكون مشاركين لكل الاهالي ولكل الطلاب في كل المناسبات السعيده وخاصه بفرحه العمر، فرحه الثانويه العامه. قديش كنتوا حريصين انكم تدعموا ساره نفسيا معنويا، تدعموها من ناحيه اي شيء ممكن يروح عنها يخفف عنها يهون عليها هاي الايام الصعبه؟ طبعا كان كل يعني شيء نوفر لها الجو الملائم، والنفسية طبعا زي ما حكت انه 80 يوم كثار يعني ضغط على الطالب ونفسيا واغلاقات واصابات، فكنا يعني نهون عليها نطلعها مرات اشي وهيك يعني وندعمها نفسيا. نشكر كل الآباء اللي كانوا حريصين على متابعة أولادهم ودعمهم ومساندتهم. نشكر والد سارة، وإحنا كمان بنهني عائلة سارة الكريمة على هذا الدعم، ومنهنيها على هذا النجاح وهذا التفوق. يعني معدل رائع جدا 96.4 أكيد معدل بتفخر فيه مش بس العائلة، بتفخر فيه كمان قرية فرعون وكمان مدرسة بنات فرعون الثانوية. خلوكم دائما معنا في لقاءاتنا مع طلبة الثانوية العامة عبر شاشة الفجر الجديد.